مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي وحلقة جديدة من ألعاب الصلاة. ألعاب الصلاة بتغطي كل الألعاب، متابعين لكل البطولات في النادي الأهلي، متابعين كل لعبتنا في الخارج والداخل. الحمد لله قادرين نأدي دورنا على يعني شوية، وبإذن الله في المرحلة الجاية كمان هتلاقي في تطور كتير جدا في ألعاب الصلاة. خلينا نبدا، قبل ما نبدا اخبارنا بس لازم واجب عزاء وخالص العزاء لاسره الزميل في فريق الاعداد العاب الصالات الاستاذ محمد ناجي، في والده توفى امبارح، بنقول له خالص عزائنا الفقيد الرحمه، وللاسره خالص الصبر والسلوان. خلينا نروح لاخبارنا واخبار النادي الاهلي. اخبار النادي الاهلي عندنا اخبار مهمه جدا من التنس طاوله. لعبه التنس طاوله ما شاء الله عليها، خلصت بطولات الجمهوريه او خلصت بطوله الجمهوريه رجال وسيدات في المركز الاول. بطوله الجمهوريه دي بطوله فردي، بطوله الفردي فقط لا غير، بمعنى ان البطولات دي اللعيبه بيلعبوا بطولات فرديه في السيدات والرجال وزوجي المختلط وزوجي رجال وزوجي سيدات. 5 ميداليات ذهبيه النادي الاهلي قدر ياخد منهم 3 ميداليات ذهبيه، خاصه في الرجال قدر محمد شومان ما شاء الله عليه يفوز بالمركز الاول في بطوله الرجال في التنس طاوله. لو رحنا للسيدات هنلاقي كابتن هنا جوده 11 سنة ما شاء الله عليها بتفوز ببطولة السيدات، كانت حديث مصر كلها في المرحلة السابقة ان ازاي بنت بحجم هنا جوده 11 سنة هنرجع لها ونتكلم عليها تفوز ببطولة سيدات الجمهورية في مصر في بطولة الجمهورية الفردي. وكسب كمان كابتن سيد لاشين وكابتن نادين الدولتلي، كسبوا زوجي المختلط. وعندنا نادين الدولتلي ويسرى اشرف طلعوا تاني زوجي سيدات. بكده الجهاز الفني قياده كابتن اشرف عبد الفتاح وعمرو رضا مدرب عام رجال وكابتن طارق فوزي مدرب عام سيدات والخبير الصيني مستر زانج واحمد حامد اداري وكمان معاهم كابتن اشرف صبحي واحمد عياد رجال وسيدات مدربين. لكن خلينا نرجع لمرجوعنا وهو المرجوع الاساسي هنا جوده اللي قدامنا في الشاشه. هنا جوده 11 سنه ما شاء الله عليها، كلنا كسبانين ان شاء الله في المرحله اللي جايه في 4 مجموعات. النادي الاهلي هيقابل المجموعه الاولى، هي يعني الدور الاولاني او المجموعه دي عباره عن ماتشات ترتيبيه فقط لا غير، اول ثاني ثالث رابع. النادي الاهلي هيقابل المجموعه الاولى يصفوا يخشوا دور ال 16، بعد دور ال 16 يلعبوا ماتشين وهكذا لغايه ما يوصلوا للسيمي فاينل او الفاينل، كلها عباره عن خروج المغلوب بماتشات المرتبط. نتمنى باذن الله تكون بدايه قويه جدا، كل جماهير الاهلي مستنياها، مستنيين يتفرجوا على فرقه السله. بالنسبه لنا فريق الاحلام في النادي الاهلي باذن الله يكونوا عند حسن ظن الجميع ويقدروا يفوزوا ببطولات السيزون والبدايه مع دوري المرتبط. هنروح لاخر خبر وفريق كره اليد. فريق كره اليد للنادي الاهلي لعب 7 مباريات، فاز في 6 مباريات وخسر مباراه من نيوبلس، بس كانت لاسباب كتيره اعتقد ان احنا سردنا الكلام ده عندنا هنا في البرنامج. لكن خلينا نقول ان النادي الاهلي اللي بيلعب لغايه وقتنا هذا وفي لعيبه مصابه زي محمود فايز زي ممدوح طه، اللعيبه دي لسه ما نزلتش ارض الملعب، لسه بيتمرنوا، لسه بيستعدوا بعد 7 مباريات. وكمان اضاف عليهم بعض اللاعبين، اسلام حسن كان مصاب لكن لسه راجع ماتش سموحه اللي فات، قدر ينزل الملعب وتواجد. فيصل اتصاب في ماتش هليوبلس، عصام الطيار مصاب، والاخيرا يوسف معرف بيلعب وهو مصاب الولد في 7 مباريات اللي فاتت. كابتن يحيى يوسف قال كلام مهم ان الفريق برغم الاصابات اللي عنده لكن الفريق بيسير بخطى ثابته في المرحله دي، هي دي المرحله التمهيديه للدوري المحترفين او الدوري المهم جدا بالنسبه له. الظروف صعبه، الاصابات كتيره، لكن الدفع بالناشئين بيكونوا متواجدين، مواليد 98 المنضمين للدرجه الاولى، وفي نفس الوقت بيحاولوا يدخلوا ناس من 2000 مواليد 2000 زي مثلا عبد الرحمن حميد حارس المرمى. وان شاء الله بيقول ان تالق اللاعبين الشباب وظهورهم بشكل مميز بيمنح ان في مؤشرات ايجابيه، اكيد حاجه مهمه جدا لفريق كره اليد. كل جمهور النادي الاهلي حاطط على الفرقه سبوت وعايزها تكسب بعد خساره من السنه اللي فاتت، لكن هو عايز السنه الجديده باذن الله نتمناها سنه سعيده للنادي الاهلي في كافه الالعاب، مش في الهاندبول، مش في الباسكت، لكن عايزين تكون سنه باذن الله سنه جديده مليئه بالبطولات والانجازات الكثيره لاسعاد رقم واحد جماهير النادي الاهلي العاشقه للرياضه في النادي الاهلي. خلينا كمان النهارده بقى بيضاف عندنا بطوله لمصر وبطوله من ابناء النادي الاهلي او بنات النادي الاهلي. بطولة مهمة جدا، بطولة منتخب مصر للناشئات مواليد 2002 لكرة اليد. عملوا بطولة قوية جدا، كسبوا في النيجر آخر بطولة وتأهلوا كمان لبطولة العالم. خلينا نطلع ونستقبل ضيوفنا الكبار اللي هنحاورهم عن بطولة أفريقيا للناشئات اللي كسبوها ووصلوا فيها لكأس العالم.
اكيد لما يكون في بطوله وبالذات لمصر اكيد كل الناس بتكون مبسوطه، بالذات ان البطوله دي كمان ناشئات وكمان يعني بطوله مهمه جدا في وقت مهم جدا. اتحاد اليد ما شاء الله عليه بطولات وانجازات كثيره جدا في اخر مرحله في اخر فتره، من رجال لناشئين لناشئات ما شاء الله عليهم بنبارك لهم، ولازم نبارك لبناتنا بنات النادي الاهلي اللي كانوا مشاركين داخل هذا الانجاز. خلينا نرحب بنجماتنا الكبار ابطال الذهب ابطال افريقيا مواليد 2002، بنرحب بكابتن ياسمين شمس. كابتن ياسمين الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. خلينا نرحب بالتوأم اللي انا بتلخبط فيهم، بس انا النهارده مش هتلخبط، نجوم من نجوم الفريق كابتن سلمى ياسر وكابتن ساره ياسر، صح كده؟ هتلخبط فيكم؟ لا ان شاء الله لا. طب نبدا معاك ولا نبدا مع ساره؟ ساره الكبيره بقى. ساره الكبيره، يبقى نبدا مع ساره. ساره بطوله مهمه جدا وفي وقت مهم جدا. اهم سؤال، حاضر، قالوا لي لازم اسالك سؤال مهم. هو ده سؤال جاي لك من كنترول. قالوا لي مين الفرق وفرق قد ايه ومين اللي نزل قبل الاول وهكذا. لا انا كبيره، 5 دقائق. 5 دقائق؟ خمس دقائق فرق؟ طب مفيش فرق في اي حاجه؟ لازم تمشوا مع بعض، تلعبوا مع بعض، بتناموا مع بعض، طب بتناموا في اوضه واحده؟ لا فرق مختلفين. حلو جدا. خلينا نبدا معاك يا ساره ونقول لك بطوله مهمه والف مبروك. ما شاء الله كسبتوا 6 7 فرق من افريقيا، رايحين البطوله دي استعديتوا ازاي للبطوله دي؟ بقى احنا كل الفريق تعب جامد، يعني ما خدناش راحه، يعني خلصنا، يعني اصلا دخلنا المعسكر واحنا لسه في وسط الامتحانات، تمرينين في اليوم، ما فيش اجازه، موبايلات كانت بتتاخد مننا. لا يا عيني موبايلات بتتاخد مننا كده برضه، ما ينفعش والله العظيم. خلاص الموضوع اختلف اكيد، قولي لي. لا واشتغلنا بدني جامد، يعني اشتغلنا في البدني جامد في الاول وبعدين بدني. لا خليك انا هطلع كلام منكم النهارده، انا قاعد معاك عشان تطلع الكلام. ياسمين البدني بالنسبه لحارس مرمى، انا كنت حارس مرمى فما كنتش بحب ولا اطلع جبل ولا اجري، كنت بلعب بس. الوضع بالنسبه لك ازاي؟ لا هما بيمرنونا زي اللعيبه بالظبط، فمفيش اي فرق. جبل بنتمرن تقريبا ازيد كمان منهم، علشان مثلا بيبقى عندنا 3 تمارين في اليوم كجوان، بنتمرن الصبح مع اللعيبه وبعد كده تمرين حراس مرمى وبعد كده التمرين بتاع بالليل بتاع اللعيبه مع اللعيبه مع الفريق. طب اللي عايز اقول لك حاجه مهمه جدا، يعني حارس المرمى في العصر اللي احنا فيه دلوقتي غير زمان، زمان كان 50%، دلوقتي بقى يعتبر 80 90% بتلعبي الماتشات مع فرقتك. واجه التعاون بينك وبين اللعيبه في ارض الملعب. ايوه. ايه بقى؟ يعني بتزعقي هاديه مش هاديه؟ مفيش يكون هادي. لا لا لازم يعني افوقهم في الدفاع، علشان لو في حد بيعدي ومش عارف ايه واشجعهم، اهم حاجه ان انا اشجعهم في الدفاع و... كده. بتحسي لما بتزعقي او بتتكلمي الفرقه بتيجي معاكي بتستجيب؟ وانا بقعد ازعق بس تقريبا هم ما بيسمعوش. يعني مش عارفه. مفيش. طب قولي لي يا ياسمين دلوقتي، يا سوري يا سلمى، معلش قلت لك انا هتلخبط كتير. لا. سلمى قولي لي، دراسه وقت مذاكره ونفسكم تلعبوا باسم منتخب مصر، التوفيق الاوضاع ازاي بنوفق بين الكلام زي كده كله؟ هو احنا اساسا في معسكر كان اتعمل في شهر 6، كان اساسا كنا بنذاكر وبنتمرن في نفس الوقت، ان احنا اساسا في المعسكر ده طلعنا امتحنا ورجعنا. الرياضه بتعمل ضغط مع الدراسه بس ما بتاثرش عليها، يعني الاثنين بيعملوا مع بعض ضغط كوقت وكده، بس الاثنين ما بيأثروش على بعض. يعني بتذاكري مثلا 2 الصبح بعد كده تروحي تدريب بعد كده ترجعي تذاكري تاني وتنامي، ولا اليوم بيمشي ازاي بالظبط؟ بصراحه اكيد ده عايزين نعرفه للناشئات او الابطال الشباب الصغير بيتفرج عليكم بنات واولاد، لازم يعرفوا ازاي بنوفق، فلازم نعلمهم ازاي نوفق بين التدريب وبين الدراسه. ده واحنا في المعسكر ولا بره؟ في المعسكر الاول بيبقى فيه مثلا تمرين الصبح الساعه 7، ده لو في التراك او كده، وبعد كده بنفطر ونرتاح شويه نتغدى. مفيش مذاكره كده كده؟ مفيش مذاكره يعني في مذاكره في النص، يعني في النص مذاكره. كده في النص مذاكره، يعني في ساعتين كده بنلحقهم في النص. بتلحقي ساعتين في النص؟ شكلك عايز تلعبي رياضه مش عايزه مذاكره. ياسمين الماتشات كانت صعبه جدا، كان عندكم غينيا وكان عندكم نايجر وجزائر وتونس، اعتقد ان الماتشات وانجولا ما شاء الله كسبتوا قبل وتوصلوا الماتش الفاينل، كانت بطوله افريقيا خلصت بالنسبه لكم. لعبتوا ماتش تونس ازاي واي امل ان انتوا تكسبوا مع ان خلاص بطوله افريقيا خلصت بالنسبه لك؟ هو احنا كنا يعني احنا اوريدي اخذنا البطوله، يعني بعد ما كسبنا تونس اخذنا البطوله، بس كنا حاطين ان احنا ماتش تونس بطوله ثانيه خالص،
ولازم نكسبها علشان دايما يعني في ما بين مصر وتونس ان احنا لا لازم نكسب زي الاهلي والزمالك. فكان عندنا لا احنا لازم نكسب، لازم نأدي كويس في الملعب، ما ينفعش احنا لو اخذنا البطوله لو خسرنا من تونس مهما واحنا واخدين بطوله بس الموضوع هيبقى يعني هيبقى صعب. ايوه بالذات ان ده ماتش فاينل. كده ما خدناش البطوله، اكيد ما خدوش البطوله بس الحمد لله كسبنا البطوله الحمد لله. سلمى قولي لي اصعب ماتش جوه البطوله دي. انجولا. انجولا كان عشان هم بدنيا و يعني هم بدنيا صراع وقوية وطوال يعني فهم كانوا محتاجين نجري يعني نبقى نشوف اخطائهم من نلعب عليها كنا بنلعب على اخطائهم اكتر عشان هم كانوا بدنيا كويسين يعني. ساره بالنسبه لفي انجولا الاجسام اكيد مختلفه في قوه في لياقه بدنيه عاليه جدا كمان. وطول. قولي لي كابتن رامي قال لكم ايه قبل ماتش انجولا بالذات لان اكيد انجولا من المنافسين الاقوياء داخل بطوله افريقيا. لا احنا كان لازم يعني احنا اصلا اتفرجنا قبليها اتفرجنا على ماتش تونس وانجولا فالفريق كويس. كله يعني قلق شويه كده فابتدينا نشتغل على اخطائهم يعني نشوف اخطائهم ايه عشان يعني ما ينفعش نتوتر قبل الماتش خالص يعني. فكابتن الماتش كان تونس وانجولا متسجل بصينا اتفرجنا على الماتش اشتغل على اخطائهم الميس باص ولازم يعني نهاجم يعني ندافع يعني قبل ما يعني ما نسيبهمش يقرب عشان لو قربوا للتسعه هيشوطوا يعني. كان عندهم مين مصادر الخطوره في فريق انجولا بالنسبه لكم؟ باكات ليفت ولا كان الخط الخلفي ولا الخط الخلفي كامل؟ الخط الخلفي كامل. الفريق كله كان بيجري يعني لو كره صدت مثلا كده الفريق كله بيجري عليهم. يعني. الفريق كله بيجري فكله جاي عليك فاست بريك. الموضوع كان صعب. سايبينك لوحدك، الموضوع صعب. لا بس كان الفريق دفاعه كان كويس جدا وفعلا كان بيوقفوا قبل ما البنات تخش التسعة متر عشان زي ما قالت هم هيشوطوا من بره، كورهم سريعة جدا فصعب علينا ان احنا نصدها بس الحمد لله ادينا كويس. ماتش الجزائر اكيد برضو الجزائر فريق منافس ولا كان الموضوع صعب شوية؟ لا هو ما كانش صعب. يعني كان ماتش سهل. يعتبر يعني متوسط. يعني اهم حاجه ان احنا نأدي كل الماتشات كويس بروح يعني اللي هو منتخب مصر ما ينفعش نأديه عشان الماتش سهل نأدي يعني نفوت ما ينفعش كرة. ما ينفعش لان اكيد انت بتساعدي اللي ليه هدف عايز يحققه لازم يكسب كل المنافسين ليه. سلمى عايز ارجعك شويه لفتره الاعداد اللي قبل البطوله سافرتوا بره مصر ولا كل الاعداد داخل مصر؟ لا كان في معسكر في شهر 6 او 7 مش فاكره بس غالبا في 7 كان في فرنسا لعبنا 3 فرق فرنسا وفنلندا وتونس وده اللي خلانا نبقى داخلين مستعدين شويه لتونس في بطوله افريقيا يعني كنا عارفين ان هم بيتحركوا ازاي بيلعبوا ازاي وكده كنا داخلين مستعدين لهم المعسكر بتاع فرنسا. ساره قولي لي التعامل بينكم وبين بعض في منتخب مصر بينك وبين سلمى بالذات هو يعني توأم اكيد بقى بتتكلموا مع بعض كل حاجات اكيد بتفوقني يعني شويه بتفوقك ازاي هي اللي بتفوقك وانت كبيره حلوه قوي بتفوقيها ازاي قولي لي. لا يعني بحمسها لو لقيتها بتعمل حاجه غلط بعد الماتش بروح اقول لها يعني بحاول اساعدها في يعني بنحاول نساعد بعض في الاخطاء اللي بنعملها. بتزعلها بصراحه؟ لا يعني هي ما تقدر انا صغيره بقى كبيره صح بتفوقيها بس ياسمين قولي لي مين بيفوق مين وبيقولوا ايه لبعض اكيد انت عارفه هو بيزعقوا لبعض كتير قوي. اعتقد ان برضو زي ده بيدي نوع من انواع الحماس شويه للعيب يعني اكيد دي حاجه كويسه للعيبه. انا بحب حماسهم في الملعب جدا يعني متحمسين وحتى انا كجون في الدفاع ببقى واثقه جدا ان هم مش هيعدوا اي حد يعني هم الدفاع ما شاء الله عليهم كويسين هم جدا. الاثنين دفاع منتخب مصر في البطوله دي كان شكله ازاي معاكي؟ 6-0 ولا 5-1 ولا 4-2 ولا بتلعبوا ايه بالظبط؟ هو كان 5 تقريبا 6-0 مقلوب على 5-1 فكان مثلا لما تتقلب على 5-1 كان الواحد ده بياخد الباك اللي رايح وكده فكان الموضوع بالنسبه لنا كويس وكان بيفتح لنا الوينجات يعدوا منهم بيعدوا الوينجات. ساره قولي لي بس عايز اسالك انت سؤال على ياسمين. ايه الفرقه اللي ضايقتها في ارض الملعب؟ من الاخر يعني كانتش في مستواها قلت لي خف علينا صد شويه. لا ياسمين بالنسبه لكبيره كانت في مستواها يعني الحمد لله يعني الفريق كله كان مركز البطوله احنا كنا واخدين كل ماتش لوحده مركزين في الماتشات يمكن ماتش غينيا الفريق كان لسه في اول البطوله فلسه قلقين شويه بس الفريق كله بنسبه كبيره في البطوله كان مركز و... سلمى سؤال مهم جدا ليكم انتوا الاثنين دخلتوا زي ملعب الهاندبول ومين اللي جر مين ومين اللي ودى ملعب الهاندبول انتوا ازاي انتوا التوأم الاثنين؟
واحنا صغيرين، هي اختنا اكبر مننا بسنتين، فهي بتلعب العاب قوه. كويس. فاحنا كنا عايزين ندخل، كنا اساسا عجبانا اللعبه. العاب قوه ولا هاندبول؟ العاب قوه. كويس. بس احنا كان عندنا 4 سنين، فكان ساعتها في النادي مش قابل السن بتاعنا وساره. فبصينا في الالعاب الثانيه، فكانت هي كره اليد اللي شفناها. كويس. لعبنا معاها سباحه وكاراتيه، بس الاثنين دول كانت مشينا منهم بدري، يعني عشان كان دايما مثلا في الكاراتيه ساعات انا وساره بنلعب بعض في الاخر، كان بعض. فيها تنافس. تضربوا بعض يعني؟ لا، كان كان فيها تنافس، فيعني لو حد طلع اول حد طلع ثالث ثاني كده. فخلينا بقى في اللعبه الجماعيه عشان ما تزعقوش بعض، عشان ما نشوفش مشاكل في البيت. مظبوط كده. طب قولي، دخلت الملعب، عايز ارجعك لورا، لما دخلت ملعب الهاندبول اول يوم كان الهدف ايه؟ كنتوا عايزين ايه؟ كنتوا تلعبوا رياضه ولا كنت عايزه تلعبي على مستوى اعلى كتير؟ هو احنا في الاول دخلنا احنا 4 سنين، فطبيعي يعني لسه مش فاهمين قوي يعني. بس دخلنا فريق واحنا عندنا 6 سنين في الاهلي، فالموضوع ابتدى يعني عندنا هدف، ابتدينا نشوف بطولات، يعني بقى الموضوع يعني دخلنا اول بطوله كانت في اسكندريه. يعني الموضوع بقى يبتدي يشد، لو بقى في هدف بقى ابتدينا نتطور شويه من نفسنا. اكيد. ياسمين، دي اول ميداليه افريقيه؟ اه. الميداليه، انا عايزك تمسكي الميداليه دي، اهم ميداليه. هعلقها وخلاص. اكيد بعلقها و100 100. الميداليه دي بتمثل ياسمين شمس ايه؟ اجتهاد واصرار وتعب، تعب سنين يعني. مين ورا التعب؟ هو اهلي، اهلي الصراحه. قولي لي بقى، هم دول، هي دي الناس اللي تعبانه. خلي بالكوا اولياء الامور بيتعبوا جدا جدا جدا، خلينا نعرف من بطلاتنا بيتعبوا ازاي وعملوا ايه معاهم. قولي لي التعب شكله ازاي معاكي؟ هو اولا في بدايتي في الهاندبول، انا قبل ما اخش هاندبول كان اخويا بيلعب هاندبول، فكان بيدربني وانا صغيره ازاي اصد يعني. الحمد ده لله. قبل ما اعرف يعني ايه هاندبول. هاندبول وانت كملتي؟ اه. طب كويس، الحمد لله. اللي هو برضه قولي لي. ولا اهلي سنددني جدا يعني، التمارين والدراسه وكل حاجه بنحاول نظبطها مع بعض، وهم مسنددني معنويا. ماما مش بابا ولا ايه؟ الاثنين. هو كل جزء من العيله بيساعدني. كويس. قولي لنا المساعدات، عايز اعرف، انا عايز اعرف صراحه، ده انا لسه هنتكلم كلام كتير انا وانت. ها. يعني من ناحيه ايه مثلا؟ ماما هي اللي بتوصل، بابا اللي بيساعد بيسبورت بالكلام، اخوكي بيقول لك الاخطاء كده يعني ولا ايه؟ اه، بابا كان مين سبورت ليا. كان مثلا انا فضلت واقفه فتره كتيره قوي ما بقفش وكده، يعني كان عادي اللي هو لا ممكن يعني كملي وعندك اصرار وهيجي. بداتي كحارس مرمى على طول؟ اه. بداتي؟ طب عايزك تلفي الكاميرا وتكلمي بابا وماما وتقولي لهم. ايوه، لفي الكاميرا قدامك دي، تقولي لهم ايه النهارده وانت بطله كبيره؟ يعني بشكرهم، هم اللي وصلوني للمرحله دي. ولسه قدامهم كتير عشان المراحل اللي جايه. اه، ولسه انا عندي ثانويه عامه، ف لسه قدامك ثانويه عامه. يا رب ياسمين باذن الله تكوني دايما بطله ودايما نجمه ودايما تشرفي النادي وتشرفي منتخب مصر وتشرفي الاسره الكريمه بتاعتك. سلمى، تقولي ايه لماما وبابا؟ وقفين الكاميرا. طيب. مين يقول؟ مسار هتقول برضو. اخلي الكبيره؟ لا لا، اقول انا بقى. انت صغيره بقى، شفت انا كويس ازاي معاكي؟ يلا. بشكر ماما وبابا الاثنين، عشان هما الاثنين كانوا بيساعدوني بال ماديا ومعنويا الاثنين، ك اللي هو اللبس، التمرين والجزام وكله. الله ما شاء الله عليك، جميل، حلو قوي. شكلك طالبه طلب من بابا فبتقولي له على الهوا. من الاخر اتفضلي. لا، ومعنويا كان في ساعات يعني اكيد في فترات الواحد بيبقى متضايق فيها او كده، فمعنويا هما الاثنين بيساندونا، فيعني احب اشكرهم طبعا على المجهود الفظيع اللي عملوه تقريبا ال10 سنين اللي فاتوا كلهم، ولسه في كمان 20 سنه جايه. عشان تبقى عارفه برضه. اتفضلي. يلا ساره، هنقول ايه؟ لا، لازم نشكر ماما وبابا طبعا. هي ماما وبابا هم اكتر ناس شافونا واحنا تعبانين، سواء عشان نوفق ما بين الدراسه والرياضه في نفس الوقت. يعني احنا كنا بنطلع يعني تقريبا بنبقى في المدرسه، نتغدى في السكه ونروح التمرين، حياتنا كلها سريعه ماشيه بسرعه، فماما وبابا يعني لولاهم ما كناش نقدر نعمل حاجه. معنويا ساعدونا جامد، ساعدونا في كل حاجه يعني. مع حد يعني ما اقدرش اقول ان انا وصلنا هنا يعني، طبعا توفيق ربنا اول حاجه، وبعدين ماما وبابا من غيرهم ما كناش نقدر نعمل حاجه يعني. تقول لهم ايه في المرحله اللي جايه كمان؟ نخش بقى المرحله اللي جايه. اه، لسه مساعده، لسه فلوس. طيب خلينا نروح لطموحكم في المرحله اللي جايه يا ياسمين. اكيد عندكم كاس عالم، كسبنا افريقيا، عدينا مرحله مهمه، طموحنا ايه في كاس عالم؟ ما شاء الله الولاد عاملين شغل كويس. اول عالم، ثالث عالم،
الحمل بقى تقيل عادتنا في الحته دي. شايفه طموحه ازاي بصراحه؟ هو انا يعني كفرقتنا حلمنا ان احنا ناخد اول. كويس. يعني هنشتغل جامد على الموضوع ده، اكيد لازم نتعب في عشان ربنا يدينا. يعني مش متخيله بجد ان احنا ناخد اول كاس عالم، دي حاجه شرف. مش متخيلاها بس الطموح لا ممكن. هو موضوع يعني حلو قوي. حلو قوي. حلو قوي. حلو قوي. اوف على صوت التتويج. سلمى شايفه نقدر نعمل ده ولا ايه رايك؟ طبعا نقدر نعمله، بس الواحد محتاج المساعده، يعني الدوله كلها يعني مثلا محتاجه ايه بصراحه شديده؟ مثلا وزاره التربيه والتعليم مع وزاره الرياضه الاثنين ينسقوا مع بعض الامتحانات بتاع الثانويه العامه، لان هي اساسا بطوله العالم هتبقى في الوقت في الفتره ديت والمعسكرات وكده. اعتقد ان الكلام ده حصل قبل كده، فاعتقد ان الكلام ده ممكن يحصل في المرحله اللي جايه. فاحنا لو الاثنين ظبطوا مع بعض الامتحانات ساعتها هيسهل على الناس اللي في المعسكر نفسها انها تتدرب احسن، تحضر معسكرات اكتر بره. متهيألي دي اهم حاجه الفتره الجايه، ان الواحد يبقى مستعد لكاس العالم. ساره، من وجهه نظرك شايفه ان احنا قريبين بصراحه شديده ولا بعيد، او الجاب بعيده اللي احنا ما نقدرش نعمل ده؟ لا، انا شايفه ان احنا قريبين، خصوصا ان لسه بطوله اوروبا كانت لسه يعني لسه ملعوبه برده قبل بطوله افريقيا. المجر اخذت اول. بطوله فرنسا الوديه اللي احنا لعبناها كانت احنا كسبنا فرنسا في البطوله. فرنسا واخده ثالث اوروبا، يعني فاحنا مش بعيد خالص عن الموضوع. يعني شايفين الموضوع قريب والحلم قريب. ان شاء الله نتمنى في المرحله اللي جايه يا رب بطوله العالم ونستضيفكم برده هنا ان شاء الله باذن الله. نورتوني وشرفتوني بجد، مبسوط بيكم، وان شاء الله في المرحله الجايه نكون قاعدين قاعده بس معانا بدل كاس افريقيا نحط كاس العالم جنبه ان شاء الله. صدقوني فرحان بيهم جدا، والطموح عندهم قوي جدا. نتمنى في المرحله اللي جايه ان كله يدعم زي ما ساره وسلمى قالوا وياسمين، ان عايزين دعم من كل الاتجاهات. نتمنى ان شاء الله الدعم زي ما اتحاد اليد بيدعم الرجال والشباب والناشئين، والناشئين عندهم لازم يدعموا منتخب البنات او منتخب الناشئات اللي هم عندهم الطموح. لو الاثنين دعم مع طموح اعتقد ان احنا ممكن نوصل لحاجه مهمه جدا، ونقدر نوصل لدرجات كبيره في المرحله اللي جايه باذن الله معاهم في بطوله العالم في رومانيا 2020. خلينا نخرج لفاصل ونكمل ونستقبل ابطالنا، ابطال الذهب، ابطال افريقيا مواليد 2002 لكره اليد. مستمرين مع ابطالنا، ابطال الذهب، ابطال افريقيا، منتخب الناشئات مواليد 2002 اللي كسب بطوله افريقيا في النيجر. خلينا نرحب بنجمتنا واللي معانا النهارده في الفقره الثانيه، نبدا بكابتن روان سعيد. كابتن روان الف مبروك منورانا. الله يبارك في حضرتك. وكمان معانا حارس المرمى كابتن منه الله سيد. كابتن منه منورانا ومشرفانا. بنورك كابتن. خلينا نرحب بصاحب الانجاز ودايما المدير الفني يشيل الحلو ويشيل الوحش.
ما شاء الله عليه كم بطولات كبيره قبل كده، افريقيا قبل كده، تاسع العالم في بطوله العالم للناشئات برضو او ناشئين، عفوا ناشئات، وما شاء الله عليه النهارده هو اول افريقيا، اعتقد دي تاني مره وممكن يكون الثالثه. خلينا نرحب بكابتن رامي عبد اللطيف عريس الفرح. كابتن رامي بنرحب بيك. اهلا بحضرتك كابتن خالد، ربنا يخليك. الف مليون مبروك، وبنقول لك ما شاء الله عليك انجازات كثيره يعني في الماضي، والنهارده ما شاء الله عليك بطل افريقيا. مرسي جدا على الكلام الحلو من حضرتك، ده شرف ليا ان حضرتك بتقول الكلام ده. ربنا يكرمك يا كابتن. لكن اثنين افريقيا ولا ثلاثه افريقيا؟ اثنين افريقيا وثاني افريقيا مره في الشبات. ثاني افريقيا في الشبات. الشبات. لكن خلينا نتكلم عن الناشئات، وما شاء الله عليك يعني الناشئات اول بالظبط، وطلعت بيهم كمان تاسع العالم في بطوله العالم قبل كده. تمام. يعني الحديث هيبقى حديث كويس. خلينا نبدا فتره الاعداد بتاعه الفرقه واختيارك لمنتخب ناشئات في لمنتخب مصر. احنا كوننا المنتخب ده بالظبط من سنه ونص. وعملنا قياسات، وكان الاساس ان احنا نختار على اسلوب حديث او اسلوب جديد للبنات. جميل. من عنصر بدني لقوه لمهاره لاطوال عشان نقدر نواكب الاحداث اللي جايه. بدانا بيهم كذا تجميعه، وبعد كده كان في بطوله العربيه للمدارس، ده كان اول تكوين، وعملنا منتخب الف وب يتكون من 32 بنت. ألف وبه. وبه. منتخب مصر ألف ومنتخب مصر به. دول 16 واحدة ودول 16 واحدة. بالظبط كده. كويس. ودخلنا بيهم البطولة العربية، وده كان كوام المنتخب 32 بنت. جميل. بعد كده كان عندنا بطولة البحر المتوسط في شهر 4. جميل. ودي كانت الهدف منها الاحتكاك لتجهيز لبطولة أفريقيا. دي كانت في مونتينيجرو تقريباً؟ كانت في مونتينيجرو. والحمد لله خدنا برونزية البحر المتوسط. وبعد كده جات لنا دعوة من فرنسا لبطولة ودية هناك. وبصراحة الاتحاد على طول اول ما عرف خد الموافقه ان احنا نحتك في فرنسا، رحنا الحمد لله خدنا اول البطوله الوديه في فرنسا. كسبنا فرنسا وفنلندا وتونس، وكان ده تجهيز لافريقيا. بعد ما خلصنا هم رجعوا على انديتهم والامتحانات، جمعنا على طول بعد الامتحانات معسكر مغلق في المركز الاولمبي، وعملنا معسكر خارجي بس في شرم الشيخ قبل ما نطلع على بطوله افريقيا على طول. هنقف عند المعسكرات وعند كل حاجه مع كابتن رامي والنجمات، لكن خلينا مش انا اللي هعرف النجمات، هنخلي كابتن رامي هو المدير الفني فرحان ببناته، هو اللي يعرف كابتن عواد سعيد وكابتن منى دولا سعيد. نبدا بكابتن روان سعيد، لو كلمناك على كابتن روان سعيد تقولي عليها ايه؟ روان من اللاعبات المميزات عندي في الفريق، بس ما شاء الله بتلعب في اكتر من مركز في الخط الخلفي، وبتجدهم بقوه، وما بقلقش في اي مركز بلعبها فيه ان هي بتجدهم. مطيعه جدا، تسمع الكلام حتى لو غلطت والواحد ممكن يقول لها على غلطها، بتنزل تصلحه، يعني ما بتكررش الخطا ورا خطا. فدي حاجه ميزه في روان جدا 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 يعني. كابتن رامي بيشكر فيكي في الماتشات، اكيد مش بيشكر، اكيد بيزعق، صح كده؟ انا ببقى عارفه ان هو زعيق، قصده ان هو عايزني الاحسن، فببقى واخداها ان هو انزل اصلح عشان انا عارفه ان هو خايف علينا، مش لو هو بيزعق عشان هو عايز يضايقنا. هو بصي انا اقول لك حاجه صح، المديرين الفنيين كلهم بيزعقوا، يعني انا كنت لعيب عارف. ايوه يعني احنا في الاول المنتخب عامه كنا بنخاف من الزعيق واللي هو لا بيزعق لنا ونتضايق وكده، بس مع الوقت هو يعني طبعا خايف علينا وعايز الاحسن، فبقينا ناخدها بطريقه اللي هو لا احنا عايزين، هو طالما زعق علينا يبقى هو خايف علينا. كلامي بصراحه في البطولات الافريقيه بالذات لما تسافري بلد زي النيجر كمان فالموضوع صعب. طبعا اتعاملتوا مع الموقف هناك ازاي في ظل ان انت رايحه عندك هدف تكسبي بطوله افريقيا؟ لا هو صعب بس حلو. يعني عامه بنبقى قاعدين كلنا مع بعض، المكان مش حلو زي مثلا المعسكرات اللي احنا قاعدين فيها، بس عشان مع بعض، وان احنا رايحين عشان ناخد البطوله، مش رايحين لمكان عشان نشوف ان هو حلو او وحش. احنا رايحين ناخد بطوله عشان كلنا حلمنا ان احنا نطلع كاس عالم. ده الحلم الاساسي عندكم. كابتن رامي تعاملت مع الموقف ازاي؟ بنات مسافره بطوله افريقيا، النيجر، الاكل، الإقامة، بتعمل إيه مع البنات؟ بتقول لهم إيه؟ بتحضرهم إزاي للموضوع ده؟ إحنا بصراحة أول ما وصلنا، إحنا وصلنا قبل البطولة الأفريقية بيومين، وده كان حاجة كويسة من الاتحاد المصري، بعتنا قبلها بيومين عشان ناخد على الأجواء وعلى الجو ونتمرن قبل البطولة. كويس. طبعًا كان في فرق الشباب بتلعب قبلينا، فأصبح إن الفندق اللي كنا هننزل فيه فيه فرق. فمش عايز اقول لحضرتك نزلوه في فندق، يعني مش قادر اقول عليه فندق. طب كويس ان هو نزلوك كده عشان ابيعوا الفندق. بالظبط. يبقى قعدوا في حته ثانيه. بالظبط. كان حاجه سيئه جدا، بس هم بصراحه من اول دقيقه اتكلمت معاهم، ننسى الاجواء دي، ننسى شكل الفندق، ننسى الغرف، احنا جايين نركز في بطوله. لو احنا فضلنا نشغل في الموضوع ده وموضوع الغرف والنوم والاكل، مش هنعرف نركز في الموضوع. هم بصراحه كانوا ابطال،
فصلوا خالص الموضوع ده وقعدنا اليومين ده لغايه ما اتنقلنا ما حسيتش فرق فيهم ان هم مش مركزين غير في البطوله بس. طب لو خرجنا من اجواء البطوله شويه وقلت لك اعرف كابتن منة الله سيد تقول عليها ايه؟ منة الله سيد بسم الله ما شاء الله انا بقول دي جون مصر الاول المستقبل. خدت احسن حارس في البحر المتوسط ما شاء الله عليها. كانت من احدى اسباب فوز في بطوله افريقيا. يعني مش عايز اقول لحضرتك وحش بمعنى وحش. كلمه وحش في حراسة المرمى. مين مسك الاعلى؟ ها؟ لا ده سؤال مهم جدا. في الهاندبول؟ طبعا. امير. وايه؟ امير. امير ما قلتوش خالد العودي مش هكمل معاك. رجع على طول معايا. كابتن خالد. لا اكيد ما شاء الله عليكي يعني كلام كابتن رامي بيديكي ثقل. حارس المرمى يعني بنت وتقف قدام الكوره جالك الموضوع ازاي؟ يعني رحت ازاي في حارس مرمى؟ هي كانت من وانا صغيره يعني كان اخويا كان هو بيلعب هاندبول برضه فكان بيقف يشوط عليا. هو كل الاجوان اخواته بيلعبوا هاندبول. كمل هاندبول؟ كمل ما شاء الله. اخوكي مين بقى؟ 98 في المنتخب؟ لا مش في المنتخب بس هو كان في الاهلي يعني اخر سنه دي كانت 98 ما شاء الله. طب قولي لي هو اللي وداكي جول ولا انت اللي اخترتي حارس المرمى؟ لا هو من شوطه عليا وشغله كده انا اتجهت بمستوايا وحبيت الموضوع اكتر يعني من ان انا اكون لعيبه حبيت ان انا اكون اقف اصد الكوره يعني اصد كره اللعيب اللي بيشوطها كنت حاجه بحبها يعني. سرعه الكوره مش بتقلقك ان هي تيجي في وشك انت بنت يعني اكيد اصحابك بيقولوا لك انت يعني ازاي تقفي قدام السرعه دي ازاي وشك ممكن يبوظ يعني انا فعلا عايز اعرف منك. هو في الماتش ما فيش مشكله بس لو في التمرين او كده بتخانق معاهم يعني. بتعمل مشاكل معاك بقى في القصه دي ولا ايه؟ لا هي في الـ في الـ في الماتشات بصراحه ما بتفرقش يعني كذا مره الكرة تيجي في وشها وساعات بالاخص بتوع انجولا كانوا بيشوطوا في الجسم بقوه جدا هي ما فرقش معاها كل الكلام ده هي في التمرين ساعات بس ما بتاخد حاجه في وشها من زمان عليك شويه. ايوه روان قولي لي بصراحه شديده الماتشات صعبه لكن دايما ماتش انجولا بيكون ليه طابع خاص اكيد مش هقول تونس والجزائر دلوقتي لكن اتكلم عن ماتش انجولا فرق لياقه فرق اجسام فرق كبير تعاملتوا مع الماتش ده ازاي؟ احنا في الاول قبل ما احنا كان اول مره نلعبهم فكان عندنا خوف جدا ان انجولا وجسم بقى من لعيبه من افريقيا عامه بس قبليها بيوم او قبليها يعني قبل ما نلعبهم بالظبط الكابتن فرجنا على الماتشات حسينا ان هم عاديين هم اجسام بس يعني احنا كابتن رامي معودنا اللي هو احنا نخش على اللعيب مش عشان جسم هنخاف منه احنا عندنا ذكاء ومهاره فهنكسبهم لان مش بالقوه عامه فبعد ما اتفرجنا على الماتشات لا حسينا ان احنا احسن منهم قادرين ان احنا نجيب الماتش بسرعه كان عندنا حماس في ماتش انجولا جدا ان احنا نكسبهم فالحماس يعني كان عالي فساعدنا ان احنا نكسبهم بسهوله. كابتن رامي اكيد قبل ما تحضر البطوله دي بالذات وانت في اجواء البطوله بدات تتعد بدني لان اكيد افارقه الاعداد البدني حاجه صعبه جدا وبالذات للبنات بتتعامل ازاي مع الموقف ده للبنات وبتدوس عليهم ازاي زي ما بيقولوا كده بالبلدي؟ انا بفصل في التمرينات ان هم بنات معايا بتعامل معاهم ان هم هي ياسمين قالت كده فعلا ان هم ان هم اولاد فاحنا اشتغلنا معاهم في العنصر البدني بشكل كويس وبصراحه لازم اشكر كابتن هشام يوسف مدرب العاب القوه النادي الاهلي ساعدني جدا في البدني في النواحي البدنيه لقيت اني اميز حاجه في البدني لعبه العاب القوه فهو ساعدنا في الفتره الاخرانيه بشغله ان ازاي نوصل للبنات يبقوا حاجه قويه حاجه سريعه فهو بصراحه هم استحملوا الشغل معاه ان هم كانوا على قد المسؤوليه فبصراحه لا الشغل البدني احنا ما بنفصلش بنت وولد لا بتقنين الاحمال بس هم بياخدوا جرعات عاليه بتقعد مع الجهاز بتاعك وتقعد مع كابتن هشام يوسف اللي هو المدرب الاحمال بتاعك بتتكلم عن انت عايز ايه بالظبط ولا وجه العلاقه شكلها ازاي بالظبط انا قعدت معاه في اول فتره قلت له المطلوب مني ان انا عايز اظبط الخطوه بتاعتهم في الجري اظبط الجامب بتاعهم في يعلو بالجامب شويه عايز يبقى في سرعه رد فعل من الدفاع للهجوم فلازم يبقى في سرعه انطلاقه وده اللي اشتغلنا عليه وده اللي نفعنا جدا واحنا بنلعب فرق افريقيا بالاخص انجولا ماتش انجولا هو الصعب الماتشات اللي كانت تانيه انتوا لعبتوا 6 ماتشات هناك صح كده؟ كويس قولي لي من وجهه نظرك الجزائر وتونس برضو دول منافسين بالنسبه لنا في العرب كان الماتشات شكلها ازاي معاك؟ الماتشات بالنسبه لي هي احنا ابتدينا الماتشات بمستوى من يعني ابتدينا مستوى كويس وابتدينا نعلى مع الماتشات وطبعا الدليل كانت السكواد بتاعتنا
بس كان اصعب ماتش فيهم اللي يعتبر الجامد كان ماتش انجولا. هو كان الماتش بتاع البطوله يعتبر بتاع افريقيا، وهما كانوا جامدين ما كانوش سهلين خالص، والماتش كان فيه حماس وانا كنت واقف في الملعب بحمسهم على طول، وهما كانوا اصلا متحمسين يعني، هما كانوا رجاله في الملعب بصراحه وكانوا مساعديني. جربت افريقيا قبل كده؟ واكيد كل البلاد السمراء بتشجع بعض مظبوط كده؟ ده اكيد اكيد. قولي لي الملعب كله بيشجع ليه انجولا ضد اكيد مصر، مش قصدهم حاجه لكن هي دي الطبيعه، اتعاملتوا مع الموقف ازاي؟ هو اصلا ماتش انجولا كان الماتش الوحيد اللي الصاله فيه كانت مليانه على الاخر، وكان كانت الهيصه مع انجولا اكيد. ما انا قلت لك بالظبط. بس انا بصراحه بالنسبه لي انا ما كنتش مركزه معاهم قوي يعني، ما كنتش حطاهم في دماغي جامد يعني، كنت مركزه مع الماتش وبس. ما كنتش مخليه موضوع الجمهور ياثر عليا، ففصلتهم خالص عن الموضوع وركزت في الماتش. ليه روان الجمهور ليه عامل، والضجيج والطبل والرقص في المدرجات وكابتن رامي صوته بيعلى، اتعاملتوا ازاي مع الموقف ده؟ ممكن تكون في وقت ما بتسمعوش صوته بتشوفوه بس. ايوه بالظبط، احنا الكابتن معودنا اللي هو ما نفضلش على صوته، نركز من قبليها ونفرق، عشان احنا مش هنعرف لو الماتش ازم نعرف هو عايز ايه او طالب مننا ايه ان احنا نعمله في الماتش. الجمهور كنا واخدينه ان هو لينا مش علينا، عشان ما نحسش ان الدنيا كلها علينا واحنا بس اللي لازم نركز في الماتش. فكان حاجه واخدينها ان هم لا دول معانا، واحنا لازم لو خدنا الماتش من اوله مش هيحصل اي حاجه من الجمهور، هنلاقي الموضوع ساكت خالص. ما مش هي افريقيا ما بتسكتش. هو كان اخر وقت الصراحه، بس يعني لما فرقنا عليهم في الاول ابتدوا يعني هم يحاولوا ان هم بيفكروا ان هم يعوضوا السكور مش ان هم يكسبونا، وده كان هدفنا في كل ماتش ان احنا لازم ننزل فارقين سكور عشان ما يحصلش دروب في الماتش او حاجه. منا من وجهه نظرك احنا بعيد عن افريقيا ولا الماتشات كانت فيها منافسه وهنخش في مرحله ثانيه في بطوله العالم؟ يعني كنا بعيد عن افريقيا في المستوى احنا اعلى بالظبط، يعني احنا افريقيا احنا كنا في المستوى اعلى الحمد لله، وان شاء الله في كاس العالم ان شاء الله هنعمل حاجه. لا لسه بس عامل متوقع ان شاء الله ان احنا نعمل حاجه يعني عندي امل. عندك امل، الامل موجود لكن والطموح موجود، لكن اكيد ده بيواكبه حاجات معينه، دعم معين ليك ان انت تتطور في المرحله اللي جايه. طبعا ان اعداد لكاس العالم ده شيء تاني خالص وحلم تاني خالص، يمكن زي ما حضرتك قلت انا خطه قبل كده، وده اللي احنا متفقين فيه، والاتحاد المصري كمان هيوفر لنا معسكرات خارجيه وبطولات وديه، عشان احنا ان شاء الله مش رايحين تمثيل مشارف كاس العالم باذن الله يعني السنه دي. بالمناسبه بس في نقطه مهمه جدا، انا قلت بطوله العالم اللي فاتت اللي جايه في رومانيا، كابتن رامي صلحها لي قال لي بطوله العالم اللي جايه في الصين صح كده؟ تمام، الاتحاد الافريقي حطها على الموقع بتاعه انها في الصين. ان هي في الصين، فارق الاجواء والقصه دي كلها هتفرق مع البنات معانا ولا ايه رايك؟ اللي انا جربته ان هم لما راحوا الاسوأ يعني افريقيا لا فصلوا بدل كانوا مركزين، فانا شايف ان هي هتبقى في اي دوله مش هتفرق معانا ان شاء الله، هم هيركزوا برضو في البطوله مش هيفكروا في المكان. منا السنه دي كانت في دراسه وفي مذاكره وفي حاجات كتيره بالظبط، والسنه اللي جايه كاس عالم فالموضوع اهم، شايفاه ازاي؟ هو هتوفقي ازاي في الاوضاع؟ هي الدراسه مهمه والرياضه برضو مهمه، بس هيتوفقوا هتوفقي ازاي بين الدراسه وبين الرياضه؟ يعني في الاجازه هنبتدي نشد ونذاكر علشان نقدر نستريح في اوقات التمارين، نبقى شايلين حمل يعني مجهود كبير علينا. لا اصل السؤال ده بصي الكلام ده مش عاجبني بصراحه. لا اصل انت هتخلصي الدراسه شهر 5 6 هتخش على كاس عالم خلاص. أيوة. صح كده؟ صح، مفيش يعني التمارين دراسه في وسط التمارين في احنا بنبقى واخدين معانا كتبنا في المعسكر، بنبقى قاعدين بنذاكر في اي وقت فاضي. منها بتذاكري؟ بذاكر. بتهزري؟ لا مش بس جوه المعسكرات او كابتن رامي عارف يعني صح ولا ايه؟ صح؟ قولي لي لا بنذاكر. قولي لي هتعملي ايه في المعسكر؟ رياضه ولا مذاكره؟ من الاخر رياضه اكتر. رياضه الصراحه انت كده صح. طيب عايزك توجهوا كلام لاكيد لاسرتكم، اكيد انتوا الاثنين ناس تعبوا معاكم، كابتن منا وكابتن روان، نبدا بكابتن روان، تقول لهم ايه؟ لا يعني ما سبب كبير قوي في اللي انا فيه دلوقتي، وبشكرهم ويعني الحمد لله ان هم معايا وفي ظهري يعني ما شاء الله عليك يا رب. منا تقول لهم ايه؟ انا بشكر بابا وماما واخواتي عشان هم وقفوا ورايا، ويعني كانوا سبب برضو من الاسباب اللي انا وصلت له، وبحب اشكرهم جدا ان هم فضلوا معايا وبيشجعوني. احنا اللي بنشكركم، لكم الف مبروك ودايما مشرفينا ودايما على البطولات، وان شاء الله كاس العالم
هدف مهم جدا بالنسبه لنا. خلينا نخرج لفاصل، هيستمر معانا كابتن رامي عبد اللطيف المدير الفني، وهنستقبل نجمتنا الكبار اللي حققوا برضه انجاز بطولة افريقيا مواليد 2002 الناشئات في امريكا. وصلنا لاخر فقره عندنا النهارده، وترحيب بنجمتنا اللي انضموا لنا في اخر فقره كابتن رحمه محمد. بنرحب بيكي وبنقول لك الف مليون مبروك على بطوله افريقيا. الله يبارك في حضرتك. خلينا نرحب بكابتن هنا لاشين نجمتنا ونجمه منتخب مصر. كابتن هنا الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. خلينا نرحب بكابتن رامي، مستمر معانا كابتن رامي عبد اللطيف المدير الفني الناجح جدا ما شاء الله عليه في بطولات كثيره جدا. كابتن رامي بيستمر ترحيب بيك معانا. ميرسي يا كابتن. خلينا نروح لنجمتنا بقى عشان الوقت سريعا بيداهمنا زي بيقولوا كده، لكن خلينا نروح لكابتن رحمه. كابتن رحمه اكيد بطوله صعبه جدا وبطوله افريقيه وكانت مهمه جدا في تاريخه كبنات حتى ان انتوا تقدروا تكسبوا بطوله عشان نوصل لبطوله العالم. هي بطوله احنا بنستعد لها من بدري وكنا دايما يعني في التمرينات ما فيش حد بيعتذر وكده، ودايما تمرينات وكده، ولما رحنا ما ركزناش في اي حاجه غير ان احنا عايزين ناخد اول ونركز على كل ماتش، كل ماتش ليه تركيزه، ما نركزش على ماتش قدام وكده. ولعبنا ماتش بماتش لحد ما ربنا كرمنا لحد انجولا وركزنا ونزلنا متحمسين وكده، والحمد لله فرقنا من الاول. وانجولا من النوع اللي هو انت لو فرقت عليها من اول ربع ساعه خلاص مش هتقدر، مش هم مش هيقدروا. والحمد لله وربنا كرمنا وكسبنا الماتش. بعد كده تونس بقى الحمد لله برده نزلنا مركزين وكسبنا الماتش الحمد لله، خدنا البطوله. اكيد هنا قولي لي حاجه مهمه جدا، سيبنا من النواحي الاعداديه والفنيه، لكن خلينا نقول الاكل هناك والاقامه هناك كانت عائق شويه بالنسبه لكم. هو الموضوع كان صعب شويه عشان كنا احنا اللي بنحضر الاكل نفسنا بعد الماتش. نحضر حلو قوي نحضر الاكل دي، قولي بتحضر الاكل ازاي؟ خلينا بقى بالموضوع ده. وطبعا الجو كان حر شويه فالموضوع كان يعني صعب علينا شويه، بس احنا ما كناش مركزين في الحاجات دي قد ما احنا مركزين في اللعب والبطوله ولازم نرجع بالكاس. وطبعا كلام الكابتن معانا ما نبصش للحاجات دي خالص، واهم حاجه عندنا الماتشات والتركيز بس. امتى اللحظه اللي انت عرفتي فيها ان مصر كسب بطوله افريقيا بصراحه؟ لا هو انا كنت واثقه ان احنا نكسب البطوله عشان يعني احنا كنا متمرنين كويس وتعبنا وكل حاجه، وربنا الحمد لله كرمنا في الاخر ورجعنا بالكاس. اكيد الثقه اللي انت مديها للبنات هي تقولي انا احنا واثقين، اكيد يعني بتتطلب بعض الحاجات منك. ازاي حطيت الثقه دي في بنات راحه تلعب بطوله افريقيا لاول مره في حياتهم وفي نفس الوقت عارفين هم كسبوا بطوله افريقيا؟ احنا كنا بنعمل حاجات عادات كتير قوي مع بعض، ودي كانت ميزه في الفريق. الصلاه كنا بنصلي كلنا جماعه ان شاء الله، الفجر عمرنا ما سبناه ان شاء الله، واحنا في كل معسكراتنا كل الكلام معاهم ان كنتوا ابطال يعني زي اللي قبلكم حقق، انتوا مش مستحيل ان انتوا ما تحققوش، انتوا تعبتوا فربنا مش هيضيع تعبكم. وهم بصراحه كانوا على قد المسؤوليه يا كابتن خالد، ان هم سمعوا الكلام ونفذوه وكانوا بصراحه على قد المسؤوليه، كانوا ابطال حقيقي. دي حقيقه.
رحمه اكيد يعني جوه البطوله والجماهير والضب والطبل وكل الكلام ده اكيد كان ده بيسبب عائق جوه المباراه اكيد في مباراه انجولا. مباراه انجولا ايوه فعلا كانوا كلهم يعني بيشجعوا انجولا كده، حاسه ان كلهم عليكم يعني زي بيقولوا كده. وانجولا برضو يعني عملوا اجواء وكده يعني ادوا للجمهور حاجات عشان يشجعهم وكده، بس احنا كنا يعني متلاشين كل ده ومركزين بس مع كلام الكابتن، يعني الكابتن ودنا معاه ودنا مش مع حد بره، وحد لو حد مثلا ما سمعش الكابتن بنبص له، واحنا مع بعض بقى جوه الملعب وبنشجع بعض وبنحمس بعض ومالناش دعوه بكبر بره. بصراحه وانتوا رايحين لبطوله افريقيا وشايفين ان الجزائر وتونس وانجولا متواجدين، كنت عارف ان احنا هنكسب بطوله افريقيا ولا عرفت لما وصلنا هناك؟ لا احنا من الاول من واحنا في المعسكرات كنا واثقين ان احنا هناخدها، وحماسنا والهاندبول بتاعنا عالي عن زمان، وكلنا بقينا فيما بيننا يعني كلنا مع بعض كويسين ونلعب جوه بعض جوه الملعب، وكنا خدنا على بعض وكده، فكنا واثقين ورايحين متحمسين ان احنا هناخد افريقيا ان شاء الله. هنا روح التعاون اكيد في الفرقه هي اهم حاجه، لان الفرقه جماعيه ما ينفعش كل واحد يمشي في اتجاه. طبعا كان في روح في كل الماتشات، يعني ماتش انجولا بالذات كانت الروح يعني كويسه جدا، وكانت بتعلى اصلا في اخر الماتش كانت عماله تزيد. فماتش انجولا الحمد لله كسبناه كويس فرق. طب جوه الماتش حاجه لكن بره الماتش حاجه تانية، بتعملوا ايه بره الماتشات؟ بتقعدوا مع بعض واطكوا بتعملوا ايه بالظبط؟ عايزك تديني الكواليس من الاخر بره المباريات. احنا بره الماتش طبعا بنتكلم في ان احنا لازم نركز وما ناخدش الكابتن وكده. لا مش قصدي يعني انت النهارده مثلا بتخرجوا جماعه مع بعض كلكم، ولا كابتن رامي لما يدي مثلا وقت فري بتخرجوا خمسه سته مع بعض وهكذا؟ لا احنا يعني معظم الوقت بنبقى كلنا مع بعض قاعدين بنتكلم في حاجات الماتش او حتى حاجات بره الماتش عادي، مش متفرقين يعني. رحمه كابتن رامي اداكوا وقت فري ولا ما اداكمش بصراحه؟ لا كان في لا كان في يعني قال لكم انطلقوا كده ولا فضل معاكم يعني؟ لا الكابتن يعني ساعتها ما كان منطلق كنا كلنا مع بعض حتى بالكباتن وكده، وكلنا كنا بنخرج مع بعض بس وقت الجد جد وقت الهزار بقى كان هزار. وقت الهزار انا عايز اعرف مين وقت الهزار بقى، هو ده الوقت اللي انا عايزه. وقت الهزار مين بقى اللي كان بيهزر في الفرقه عندكم؟ هنا يعني هو ده المطلوب بالذات. تمام هنا ونهى ومريم اسامه برضو كلنا كنا بنهزر مع بعض كده، وكنا قاعدين يعني احنا عيله بره الملعب ملوش دعوه ما بيكلمكمش بيسيب. لا بس برضو بيهزر معانا وقاعدين حلوين كده كلنا. ما اكيد لازم يكون ده روح التعاون الموجوده والكلام اللي بيتكلموه فيه روح ترابط اسري جامد جدا. الجهاز الفني اكيد ليه عامل معاك ما كلمناش عليه، عايزين نتكلم على الجهاز الفني معاكم. طبعا كان جهاز متعاون جدا، كابتن وليد ابو العطا مدرب عام، كابتن خالد عثمان مدرب حراس مرمى، كابتن محمد سليمان محلل فني وكان ليه دور كبير قوي قوي قوي، كابتن امام مرجان مدير اداري، دكتوره زينب باشا كانت الدكتوره الاخصائيه العلاج الطبيعي. فجهاز متعاون كله، كلنا كنا ايد واحده، وده اللي سبب النجاح يا كابتن خالد. اكيد بصراحه شديده بتضغط على جهازك وتسهره، انا عارف المديرين الفنيين يقعدوا بقى اقعدوا جنبي كده قولوا لي كذا وهنعمل ايه بكره وايه رايكم ومش ايه رايكم، بتعمل الكلام ده برضو؟ بصراحه الشق مع البنات بصراحه الدكتوره زينب وكابتن ايمان هم اللي كانوا شايلين متولين متولين البنات. تمام. اما الجهاز الفني احنا كنا طبعا مسهرين كابتن محمد سليمان معانا الفجر في تقطيع الفيديوهات والتقطيع، وكان ليه دور كبير قوي. وبنقعد مع بعض نتكلم طب هنلعب بطريقه كذا، وبحب اخد رايهم. ديمقراطي؟ في بعض الاوقات. لكن بتحب تسمع الراي؟ طبعا. اني اكيد ممكن يبقى في راي انا استفاد منه. اكيد انا مش كل حاجه صح ومش كل حاجه غلط، وفي خلال المباراه لما بسمع من الجهاز المعاون اي كلمه ممكن تغير مسار المباراه بتدورها. بالظبط. اكيد. فالجهاز كله متعاون بصراحه. جهاز متعاون، لعيبه متعاونه، لكن احنا خلصنا خلاص مرحله بطوله افريقيا ورايحين لبطوله العالم وهي الاقوى وهي كل سبوت بيتحط عليها. عندنا بنات ما شاء الله قبل كده 98 كسبوا التاسع العالم، بصين البطوله دي ازاي؟ احنا ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه زي بطوله افريقيا، ويعني نجهز لها كويس عشان فرق اللي هناك هاندبول اكتر وسرعه اكتر وكده، فاحنا نشتغل على ده اكتر وان شاء الله ناخد مركز كويس في. تكلمك بجد يا رحمه كلعيبه عايزه ايه؟ ايه اللي انت عايزاه عشان توصلوا لده؟ في جهاز فني محترم،
الجهاز الفني ده ناجح جدا ما شاء الله عليه، وهتكلم عليه كمان في نقطه مهمه جدا، ان الفني ده جهاز مصري خالص، ودي حاجه مهمه جدا في حياتنا ان يكون اجهزه منتخب مصر تكون اجهزه وطنيه. وفعلا بتفرق جدا ان المدرب الوطني او المدرب المصري بيدي الطموح والهدف وبيدي حاجات كتيره جدا للاعبين. خلينا نقول المرحله اللي جايه شايفاها ازاي؟ ايه اللي انت طالباه كلاعيبه؟ احنا طالبين، احنا معظمنا ثانويه عامه. بس ما تبصيش كابتن رامي عشان عارف هتبصي كابتن رامي مش هتتكلمي. احنا معظمنا ثانويه عامه، حتى لو يعني برضو عايزين يعني وزاره التربيه والتعليم برضو يعني زي ما سلمى قالت ان هم يتفقوا مع بعض يعني امتحاناتنا في وقت عشان نقدر نعمل معسكرات. احنا عندنا في شهر 7 في شهر 6 كلنا امتحانات، فاحنا عايزين الفتره اللي هي قبل كاس العالم دي نعمل بقى معسكرات وكده، فيعني يظبطوا الامتحانات مع بعض ويتعمل لنا بقى معسكرات داخليه وخارجيه وربنا ان شاء الله يكمل. يعني هو التارجت عندك اللي انت تظبطه الامتحانات. كابتن رامي هنروح للمرحله الجديده. الخطه لاعداد لبطوله العالم في الصين. احنا ان شاء الله بدانا نحط الخطه من دلوقتي. احنا هنسيبهم للانديه واحنا مشتركين منتخب 2002 كويس في دوري عمومي سيدات هنلعب فلسطين. فلسطين هنلعب في الدوري اقوى 8 فرق. وبعد كده ان شاء الله هيبقى التجمعات عندي على طول. نتائج محسوبه ولا مش محسوبه صراحه؟ محسوبه عشان يبقى في تنافس. تنافس بالظبط، ان ممكن فرقه الفلسطين تنزل خلاص انا مش فارق معايا لو تنزلك اي فرقه بالظبط كده. فهم لو خسروا هيخسروا نقطه في الدوري، فطبعا دي هيبقى في تنافس فيها قوي طبعا. ما بعد ما نخلص الدوري ان شاء الله هم انا محافظ على التجمعات بتاعتهم 3 ايام في الاسبوع على طول معايا في معسكرات غايه ان شاء الله من ضمن. دخلهم معسكر مغلق ولا معسكر مفتوح؟ مغلق. مغلق بيبقى على طول معسكرات مغلق. ودي بصراحه تتحسب يا كابتن خالي للاتحاد المصري لكره اليد اني موفر لنا الحته دي. ف هنبدا التجمعات اللي هي 3 ايام دول، وبعد كده ان شاء الله لما نبدا نظبط جدول امتحاناتهم وجدول دروسهم نبدا بقى نعمل المعسكرات الخارجيه الثانيه. معسكرات خارجيه وتظبيط جداول ودراسه. دراسه ولا رياضه؟ الاثنين. الاثنين؟ هتوفقي بين الاثنين ازاي؟ يعني نتمرن شويه نذاكر شويه كده. ورحمه ايه؟ نفس الاثنين. نفس الاثنين. دخلتي ملعب الهاندبول ازاي يا رحمه؟ انا بدا وانا عندي 5 سنين. كنت في الاول وينج ليفت، بعد كده كابتن محمد حسين قلبني بقيت هاف. وفضلنا بقى. وصلتي احسن لعيبه في بطوله البحر المتوسط اللي فاتت صح؟ ما شاء الله عليك. اتفضلي. بعد كده كملت بقى هاف، وبدانا كنا في النادي برده يعني لحد ما كابتن رامي بقى شافنا كلنا وجمعنا بقى كلنا. وبدا بقى يعمل قياسات ولحد ما. وانت رايحه منتخب مصر في اول تجميعه لسه كابتن رامي بيعمل قياسات، كنت عارفه انت جوه منتخب ولا بره؟ لا كل واحد قرار في الاخر اللي كان كده. لا مش دعوه كابتن رامي، انا بسالك سؤال. عندك ثقه ان تكوني جوه؟ شفتي اللعيبه كلها وعندك الثقه دي؟ يعني كنت واثقه في نفسي ان انا اقدر ادخل. بس برضه في الاخر كان قرار لسه. يعني هم على شافها نقطه هي ما شاء الله عليها، لكن برضه في الاخر بيستل اللعيبه لسه عندها رهبه الدخول الى منتخب مصر. طبعا، وده اللي احنا نجحنا فيه في المنتخب ده كابتن خالد. ان مفيش 16 ثابتين، وانا معايا 32 بنت، والمنتخب مفتوح لاي بنت ممكن تخش بره ال 32 في خلال الماتشات الدوري اللي هتتلعب في 5/10. المنتخب مفتوح لكل الناس، ودي كانت ميزه. والميزه برده في البطوله ده كابتن خالد ان 16 لعيبه شاركوا 16 لعيبه كلهم شاركوا. كابتن رامي عبد اللطيف بيقول لبنات مصر النهارده من قناه الاهلي باب المنتخب لسه مفتوح لكاس العالم؟ طبعا، لكل بنات مصر. لكل بنات مصر. لكل بنات مصر. يعني ممكن واحده تكون لعبت بطوله افريقيا مع كابتن رامي ما تلعبش بطوله العالم اللي جايه. بالظبط. خلي بالكوا على نفسكوا. هنا خلي بالك، قولي لي عايزك توجهي كلمه لاسرتك، اكيد عايز تقول لهم حاجه النهارده. انا بشكرهم طبعا عشان تعبوا معايا قوي الفتره اللي فاتت. وبشكر برده كل الكباتن اللي مسكوني، كابتن رامي وكابتن بيسا، وبشكر كل الكباتن اللي مسكتني في النادي. وبشكر صحابي اللي في المدرسه وفي التمرين كانوا بيشجعوني وموقفين معايا. اصحابك في المدرسه بيقولوا لك ايه بقى بعد ما كسبتي بطوله افريقيا كده؟ قالوا لك ايه؟ انت جايبه الميداليه كده وماشيه بقى؟ قالوا لي بقى كانوا يعني بيشجعوني ومبروك وكده. قبليها كانوا بيشجعوك يا رحمه اصحابك في المدرسه؟ لا ولا انت بتروح تعملي ايه بقى؟ ما تفضلش اختلاط بالمدرسه قوي. هو في النادي. في النادي. بس لا كانوا برضو فيهم ناس بيشجعوني دايما. حتى في ناس يعني كانت في المنتخب وخرجت برضو فضلوا يشجعوني وكده.
تقولي لأسرتك الكريمة النهاردة؟ بشكر طبعا ماما وبابا وقفوا جنبي كتير واستحملوني وكده، بشكر صحابي برضو، وبشكر كل الكباتن اللي مسكتني، وبشكر كابتن رامي، بشكر كابتن بيسا، هي لينا فضل، ليها فضل علينا كلنا اكيد. كابتن بيسا كابتن مصر يعني اكيد يعني. وبشكر كابتن سامح لبيب برضو، وبشكر كابتن مهتدي وكابتن محمد حسين، وبشكر كل الكباتن اللي مسكوا. هتنسي اكيد هم بيشكروا كل مدربينهم، اكيد نجومنا الكبار اللي بيمرنوهم اكيد كان ليهم يد العليا مع كابتن رامي اكيد في تدريب بنات مصر. كابتن رامي المرحله اللي جايه مرحله مهمه جدا، ليك خبره في بطوله العالم، شايف بنات مصر فين في بطوله العالم اللي جايه؟ ان شاء الله ان شاء الله كابتن خالد، احنا بنوعد الناس كلها ان شاء الله احنا مش هنروح تمثيل مشرف ان شاء الله. التارجت ان انا ان شاء الله اخش مربع كاس عالم، حلمي انافس على كاس العالم مش مستحيل. بتعب ومجهود شويه ممكن نحقق الحلم ان شاء الله يا رب باذن الله. هنا غيرتي من الولاد لما كسبوا اول وثالث؟ اه طبعا كنت عايزه نعمل نبقى زيهم وناخد كاس عالم برضه. جاي كاس عالم كمان سنه رحمه، هتعملي ايه؟ نستعد بقى في النادي، نستعد برضه في المنتخب. لا هتعملي ايه؟ لا لا كابتن رامي قال لك انا الطموح عندي لا ينتهي. لا انا لا احنا ان شاء الله رايحين من اول ما نحط رجلينا في البلد، واحنا ان شاء الله اول كاس عالم احنا من اول ما نشتغل بعد ما نطلع على طول من هنا. كابتن رامي شرفتنا ونورتنا والف يوم مبروك. ربنا يخليك ما شاء الله من نجاح لنجاح، بس اكيد بطولة العالم هي النجاح الأكبر ليك بإذن الله. إن شاء الله كابتن خالد، أنا شرفت بوجودي مع حضرتك والله يا خالد. أكيد شرفوني وشرفوني بنات هنا ورحمة، وشرفوني منتخب مصر اللي دايما بنبارك لهم، بنبارك لاتحاد اليد، بنبارك لبنات مصر. عندنا جيل ما شاء الله عليه في الصين بإذن الله. توقعاتي الشخصية إن هم أكيد هيعملوا حاجة مش أقل من ولاد مصر ولا شباب مصر. ففي نهاية الحلقة بشكركم وإلى اللقاء.